السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. الناس اللي عايزة تراجع أحياء، راجع الأحياء صح. الملزمة دي تمام معايا بي دي اف، الحمد لله عرفت أجيبها بي دي اف تمام وطبعتها على طول، لازم تكون قدامك عشان تعرف تراجع. والملزمة دي أنا معايا بي دي اف، هتجيبها إزاي هقولك. بس تعمل إيه بقى؟ أول ما أديها لك بي دي اف تمام، تروح على طول تطبعها من اي مكتبة تقريبا. ده الورقة كانت عملت يعني كلام فاضي يعني 75 قرش، كلها يعني ما كملتش 7 جنيه ونص، فكلام فاضي يعني. اطبعها عشان تبقى قدامك علشان تعرف تراجع صح. والجودة يعني لو هتقول على الجودة اهو الكلام واضح كله تمام ماشي. مستر انجز الاحياء في 10 اوراق من المستر محمد صالح، مستر عامل مراجعات في عامل المراجعات في كل سناتر مصر، عامل في القاهرة والفيوم بس تقريبا، يعني اعتقد انه مش هيعمل في محافظات كتير يعني، يعني ممكن يعمل يعني ما اعرفش. طيب لو هتروح الحصة دي هتبقى فايدة ليك يعني. عايز الملزمة دي بي دي اف تمام، هتنزل في صندوق الوصف، هتلاقي الجروب في صندوق الوصف تمام، خش وقول عايز الملزمة بي دي اف تمام، هبعتها لك على طول واطبعها وتمام وبس كده. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.